شاكوش أيضا كلمة بهلوية، في اللغة البهلوية تسمى شاكوش شاكوش، ولحد الآن أيضا في اللغة الكردية تستعمل هذه الكلمة البهلوية. شطرنج، شطرنج هذه الكلمة أيضا مأخوذة من الكلمة البهلوية شاترنج شاترنج شاترنج، فرنج يعني لون، شات يعني قطعة، قطعة ملونة. يمكن في ذلك الوقت كانوا يلعبون الشطرنج على رقعة ملونة، فلذلك سموا الشطرنج بكلمة شاترنج يعني رقعة ملونة. دفتر، دفتر أيضا لحد الآن موجود أيضا في اللغة الكردية، وأخذ العرب هذه الكلمة كما هي في اللغة البهلوية هي دفتر. دهليز، دهليز أيضا العرب أخذوا هذه الكلمة كما هي في اللغة البهلوية واللغة الكردية. الدرد، درد، درد أيضا كلمة بهلوية وكردية أيضا يعني داء، محنة. فحتى تستعمل هذه الكلمة أيضا في اللغة الكردية بمعنى مرض أيضا، بسبب يعني تسبب مشاكل وآلام، فنقول درد. درويش، درويش أيضا باللغة البهلوية دريوش أو دريوش، فهذه أيضا هذه الكلمة لحد الآن باقية في اللغة الكردية. جوز، جوز أيضا في اللغة البهلوية والكردية تسمى جوز، ففي اللغة العربية كلمة حرف أ غير موجود، لا يستطيع العربي أن يلفظ حرف أ، فحولوا الحرف أ إلى حرف واو فيسموه جوز، بينما في اللغة البهلوية والكردية جوز. وحتى يمكن الأتراك أخذوا هذه الكلمة لكون الجوز يكون كروي، هذا فبالتركية جوز يعني العين. عنبر، عنبر هذه أيضا كلمة بهلوية وكردية، في اللغة البهلوية تسمى هانبر أو أمار. همة، همة، همة الشخص، فهمة أيضا كلمة بهلوية متأتية من الكلمة البهلوية هيمة، فهذه أيضا كلمة كردية. حيرة، حيرة، حيرة أيضا كلمة عربية مأخوذة من الكلمة البهلوية هيرات، هيرات. هيج، هيج يعني لا شيء أبدا، أيضا هذه كلمة كردية وبهلوية.
هوردة، هوردة يعني هذه يمكن كلمة عامية باللغة العربية تسموها خردة، يعني مثلا نقود معدنية صغيرة، فقطع صغيرة، فتسمى باللغة البهلوية هوردة، وأصبحت أيضا في اللغة الكردية خردة، وهي الصحيح هوردة، هوردة يعني صغير. كهرباء، كهرباء أيضا متأتية من الكلمة البهلوية كهروبا، كهروبا. في اللغة العربية ليست موجود حرف بي، فأصبح كهرباء بدلا من كهرباء. كمان، كمان هذه آلة موسيقية أيضا باللغة البهلوية والكردية معناها نفسها كمان. كنيسة، كنيسة أيضا هذه الكلمة مأخوذة من الكلمة البهلوية الكردية كليسة، كليسة، فقط في اللغة العربية تغير حرف اللام إلى حرف النون فأصبحت كليسة أو كليسة، أصبحت كنيسة في اللغة هذه كلمة أيضا صغيرة، هذه أعتقد الأتراك أخذوا هذه الكلمة البهلوية الكردية، فالآن باللغة التركية يسمون صغير يعني كوتشوك، ففي اللغة البهلوية كوتشوك أو بتشوك، وتستعمل في اللغة الكردية بتشوك. مرهم، مرهم، هذه الكلمة أيضا في اللغة الكردية والبهلوية مرهم نفسها. مادة، هذه الكلمة أيضا متأتية من الكلمة البهلوية ماتة، فهنا العرب فقط غيروا حرف التاء البهلوي إلى حرف الدال. نعم، كلمة مهرجان، مهرجان أيضا كلمة عربية مأخوذة من كلمة مهرجان، فمهرجان أيضا في اللغة العربية ليس هناك حرف جي، فمتحول حرف جي إلى حرف جيم، فأصبحت الكلمة مهرجان. حجر الميناء، حجر الميناء أيضا في اللغة البهلوية واللغة الكردية ميناء، هذا حجر نبيل، حجر غالي الثمن. موس نفس الشيء في اللغة البهلوية والكردية، موس مأخوذ أيضا من العرب، ما أخذوا هذه الكلمة أيضا. ونرجس، نرجس أيضا هناك، هذه اسم لنوع من الورد، وأيضا هناك أيضا اسم أنثوي، اسم للبنات أيضا. ونارنج، نارنج أيضا هذه الكلمة العربية مأخوذة من الكلمة البهلوية نارينج، فقط أيضا هنا أيضا حرف الجي متحول في اللغة العربية إلى حرف
جيم. ناي، ناي أيضا هذه آلة موسيقية، ففي اللغة البهلوية واللغة الكردية ناي هي نفسها. نازك، نازك أو يعني رقيق، ونازك أيضا في اللغة البهلوية والكردية نازوك أو ناسك. وأيضا هذه الكلمة دخلت وأصبحت اسما للنساء، اسم أنثوي. نزار، نزار يعني باللغة العربية يعني ضعيف، فأيضا باللغة الكردية والبهلوية نزار أو نزار أو نزار. بارا، بارا، بارا نقود، وأيضا تستعمل، ما أدري في العراق تستعمل أيضا بارا يعني نقود، فأيضا في اللغة البهلوية بارا نفسها. فيل، فيل أيضا هذه الكلمة العربية مأخوذة من الكلمة البهلوية بيل، بيل يعني فيل. رستاق، رستاق يعني مكان مزروع باللغة العربية، هذه الكلمة أيضا مأخوذة من رستاق البهلوية. صابون، صابون هذه الكلمة أيضا مأخوذة من كلمة صابون. ساذج، في إحدى الحلقات ذكرت هذه الكلمة وهي مأخوذة من الكلمة البهلوية ساذج، فأيضا الجي متحول إلى جيم في اللغة العربية. سراي، سراي هذه أيضا سراي يعني مبنى أو مقر الحكومة، فأيضا مأخوذة من كلمة سراي البهلوية. سراب، سراب أيضا هذا السراب، هذا كأنما واحد يتخيل أو يرى كأنما الماء مرتفع في السماء سراب، فمتأتي من كلمة سراو، سراو سر، هذه كلمة مركبة من سر يعني رأس أو عند، وآو يعني عند الماء. وأيضا تاج، تاج كلمة تاج مأخوذة أيضا من الكلمة البهلوية تاج، وفي اللغة الكردية متحولة إلى تانج. وكلمة أخرى حتى، حتى، فهذه الكلمة في الحقيقة ليست بهلوية وإنما ميدية، يعني عمرها 3000 سنة، ففي اللغة الميدية آت صيغتها آت، بينما في اللغة الكردية انعكست الآية فأصبحت حرف التاء في البداية وحرف الألف في النهاية، فأصبحت في اللغة الكردية تاء بينما آت في اللغة الميدية. والعرب أخذوا هذه الكلمة وأضافوا أيضا لها حرف الحاء فأصبح حتى.